الخطوط الجوية ترحب بكم وتتمنى لكم رحلة سعيدة هادئة. الرجاء ربط الأحزمة وإغلاق الهواتف المفتوحة. يا جدعان ايش على مصاد دي والطيار ده بيعمل ايه؟ يا لهوي يابا يابا الحقيني يابا انا هموت كده ولا هتقتل ولا حرام عليكم الحقونا يا جدعان. لا 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 يا راجل انت في كده في كده يا جماعه ارجوكم اهدوا اهدوا بقى مش عايزين اي توتر لو سمحتم كله مكانه دلوقتي عايزين كلنا نبقى كلنا بنفكر في حاجه واحده هفني هفني الحقونا يا جماعه الطياره بتقع الحقونا يا جماعه اهدوا ارجوكم محدش يقف لو سمحتم كله اهدوا ده منظر هبوط ده طيار زي ترى يعمل هبوط كده هبوط ايه يا استاذ الطياره وقعت دم دم دودوم وقعت دم دم دودوم يعني ده مش مطار نيجيريا مطار نيجيريا ايه احنا في المطار حتى هتلاقي السوق الحر على ايدك الشمال ورا الموزه انت بتقول ايه يا جدع انت اقول لك ايه هفني 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 ايه يا جدع انت انت بتقول ايه يا جدع انت ايه انت كويس انا كويس الحمد لله عز حبيبتي خطيبتي ايديك عينيك رجليك كل حاجه في مكانها لا مش لاقي فرده الجزمه بتاعتي ايه يعني اللي حصل ما في حاجات كتير ضاعت الراجل ده راح له شنطه وانا كاب وانت جزمه ايه مالك يا جماعه هفني هفني هنعيش اللحظه يعني احنا كنا هنموت ايوه كنا هنموت كنا هنموت ايوه بس ربنا ستر ايوه بس كنا هنموت الحمد لله انا لازم ارفع قضيه على الشركه الزفت دي ولازم كل واحد فينا ياخد تعويض والله عندك حق يا بطل سلام عليكم يا جماعة ايه ده بقى احنا كده ده احنا اشباح ولا ايه احنا متنا كده احنا كده بقى رحنا في طيس قضية دي يما اللي عايزة ترفعها مش لما نرجع بيوتنا سالمين غانمين ما ينفعش انك تسيب حقك يا استاذ في قوانين ومواثيق دولية بتدينا الحق في المطالبة بالتعويض ما ينفعش انك تتنازل عن حقك خالص كمواطن على فكرة والناس بقى اللي وقعت من الطيارة زي صوابع المحشي دي ما جاتش في دماغك رد عليها زي ما بكلمك يا لهو على المتعة ايه ده ايه الزحليقة دي ده جامدة قوي انا اول مره اجربها بس اتبسطت جدا والله ايه ده بس الراجل بتاع بيت الرعب اللي هنا ايده تقيله قوي صراحه بتاع السندبات حنين كده يزغزغك ويضربك ايه يا عم في ايه ده انت هطل في مخك بقى ليه يا عم ما انا شاورت لك عند الشلالات في ايه شاورت ايه انت فاكر نفسك في دريم بارك ده احنا واقعين من طياره ايه ده يعني احنا عملنا حادثه ده فقط الذاكره امال الواد ابني قال لي ان الموتوسيكلات والعربيات هم اللي بيعملوا حادثه والطيارات عمرها ما تعمل حادثه بقول لك ايه انسه معلش في حاجه جوه عليها امارات الصلاح كده قاعده في الطياره عماله خش اقتليها وريحينا يا عرباوي يا عرباوي انت فين يا عم عرباوي ايه يا طلبه في ايه يا عم سبتني في السيمولاتور وفلقت مني كده انا كنت فاكر زيك بس طلعت حادثه حادثه يعني الشقلطه دي كلها طلعت حادثه والله تخيل المتعه دي كلها طلعت حادثه في الاخر سبحان الله والله دي حاجه حلوه قوي بس مش حاسك انا كده مش انت عرباوي اللي انا اعرفه مفيش من الخضه بس لا لا مش انت والله من الخضه طب عرباوي لا 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 عرباوي اوبا لا 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 اهو يا عم ما انا زي الفل اهو عرباوي ده اللي انا اعرفه واحده واحده يا تيتا واحده 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 انتوا مسندني ليه؟ مسندني ده انا ندوبهم ثلاثة اوعى يا طب تعالي تعالي اوعى ما تخافيش قولي هو احنا وصلنا ليبيا؟
ليبيا ايه يا حاجه؟ احنا كنا رايحين نيجيريا. صح، اوعي. طب يا بنتي كده، طب انا عايز اعرف، احنا وصلنا نيجيريا البلد ولا نيجيريا المحطه؟ نيجيريا المحطه ايه؟ لا، احنا في نيجيريا الخيمه. بجد؟ يا حاجه اتبطي بقى وما اسمعش صوتك. انت بتزعق لي يا ابن حنفي. حنفي؟ انت تعرفي ماما منين؟ ايه؟ انت على كده تعرفي بابا؟ ابوك مين يا الحاج سوريا؟ لا معرفوش يا حاجه. الطياره رشقت. ايوه، انا سعيد سعيد جدا بجد، اول مره اجرب الرشق. الحمد لله. ما تقلقيش يا حاجه، هنظبطها هنظبطها. انا مش قلقانه، بس قول احنا فين دلوقتي. اقول لها ايه دي بقى؟ اقول لها ايه؟ بص يا حاجه، احنا في جمصه. بجد؟ تنزلي معايا الميه ولا تقعدي هنا على الشط؟ لا اجيب لي سنار. ما تجننيش بقى يا حاجه بقى، حرام عليكي بقى. لو سمحت بقول لحضرتك ايه؟ ها؟ تعالي بسرعه اخلصي. نعم. حضرتك المضيفه؟ ايوه. طب ممكن عصير برتقال؟ عصير يا استاذ في اللي احنا فيه ده. ايه يا اما في ايه؟ اجيب من اي كشك هنا بفلوسي واجيب 4 فرط كمان؟ ايه يا عم؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتكلمي راجل قدامي؟ اسمعي يا هانم، انت مخطوبه الراجل وكلمته تمشي عليكي زي الساعه. بس زي الساعه، لا بتقدم ولا بتاخر. هفاني هفاني يا حبيبتي. وبعدين لو سمحت. هو انت يا جدع انت مبسوط كده ليه؟ بس انا بغير. مين قالك؟ بتغير ايه يا جدع انت؟ انت مش دريان بحجم المصيبه اللي احنا فيها؟ هفني هفني يا جدع. هفني ايه؟ الطيار بيعمل كل ده ايه جوه؟ هو بيحاول يبعت استغاثه، بس تقريبا الجهاز معصلك معاه شويه. جهاز ايه ده؟ جهاز الارسال. ربنا يستر. يا رب يا رب. ايه ده؟ طب افرض بقى الجهاز ما اشتغلش يا حلوين، ده يبقى نهار اسود، يبقى نهار كوبيا، هنفضل طول عمرنا عايشين هنا. لا لا لا، مفيش الكلام ده. هنفضل عايشين هنا ايه؟ انت ما اتفرجتش على مسلسل لوست؟ هيلاقونا في اخر حلقه. يا جدع انت بتقول ايه يا جدع انت؟ احنا مش فايقين لك يا رب. ايه ده انت بتعمل ايه يا هبال؟ خد فشار. انت بتعمل ايه؟ بشوف شبكه. شبكه ايه وانت؟ ده احنا في غابه، هتلاقي شبكه محمول؟ ده انت كبرك تلاقي الشبكه اللي بيقفشوا بقى الناس. ما انا ما عارف ايه الفقر اللي الواحد فيه ده. انا سافرت كتير قوي، وسافرت الصين، يوم ما انوى اسافر افريقيا الطياره تطلع صيني وتقع، دي حاجه هم والله. ايه ده؟ وايه اللي جابك نيجيريا يا باشمهندس؟ انا جيت يا عم، اصل انا بتاجر في فوانيس رمضان وشماريخ شعبان والكلاب اللي بتعمل كده. بجد؟ والله. لا خطيبتي. ايه؟ خلاص يا عم، في ايه؟ ايه ده ايه ده؟ ده تاجر فوانيس حضرتك؟ ايوه. لا نتشارك بقى. ماشي نتشارك. انت بتشتغل في ايه؟ انا رجل اعمال. والله؟ وشغلك بقى في ايه؟ في اعمال بقى اللي هي الدجل والشعوذه والحاجات دي. انا الرجل بتاعها. دجال يعني؟ بعمل بقى سعادتك. ايه بقى سعادتك؟ بعمل اللي هي الحجابه دي واللي هي والخمسه بقى الكفوف والخرزه الزرقاء والصنادل الصغيره والبسكويت بالملح. لا نتشارك. فرصه سعيده جدا. انا اسعد حبيبي. طب وايه اللي جابك هنا يا باشمهندس؟ انا يا سيدي فاض عندي في المخزن كده شويه سبح وسجاجيد صلاه، قلت اجي ابيعهم للمسلمين اللي هنا. يعني انت تاجر كوليشن كان يعني؟ بالظبط كده. وانت؟ انا بهايم. قصدك بهيم؟ ايه؟ بصوا بقى يا جماعه، انا احب اعرفكم بنفسي. مروه الشايب، ناشطه سياسيه ومجتمعيه. الوضع اللي احنا فيه ده بيدفعنا دفع لعمل وقفه احتجاجيه للتاثير على الحكومه في حل مشكله الطيران اللي اصبحت في اسوء حالتها. انا معاكي على فكره. وانا معاكم جدا في الموضوع ده، وبقترح اقتراح، ولما اقولش في كلمه اقتراح لو بتضايق حد يعني، احنا نعمل الوقفه دي قدام بيت الزواحف. زواحف ايه؟ زواحف النينجا. انت بتتريق؟ في ايه؟ ما احنا واقعين في غابه. في ايه يا ماما؟ هاف فن يا اخواني، هاف فن. ايه ده؟ هو التلفزيون ضرب؟ يا حاجة معلش، مش هتعرفي تتفرجي على كاظم النهارده معلش. ايه يا جماعة في ايه؟ هنكمل حفلتنا عادي، قنبلة وانفجرت. الحفلة تبوظ؟ لا. طيب امال ايه؟ شغل الدي جي يا عبدو. رجلك والجهاز، اوعى رجلك والجهاز، رجلك والجهاز. رجلك والجهاز. ها ايه الاخبار يا كابتن؟ ايه الاخبار يا معلم؟ 100 100 شفت الطياره وهي بتقع. يا نهار اسوح، يا ريت كان معايا كاميرا فيديو. يا نهار اسوح. بعت رساله يا كابتن. رساله مين؟ رساله مين؟ انا بس عايز ايديكم معايا يا جماعه والنبي. ها هنزق الطياره زقه. اقوم انا جايب الثاني وانتش اول ما انتوا تزقوا. يلا 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 بينا. يلا بينا. ايه لا هوب ايه لا هوب.
بتزقوا في ايه؟ دي اوتوماتيك يا جماعه ما بتزقش. وبعدين لو زقيته هنطلع نكمل بيها زق لفوق ازاي؟ اي هبل يا عم. مش انت اللي قلت زقه؟ واي حد يقول لك اي حاجه تصدقها يا كابتن. انت كنت معانا على الطياره؟ ايوه. ما شاء الله عمر ما شفتك. ايه المناظر دي؟ اتفضل الجهاز اهو. ايه ده؟ الجهاز ده شغال؟ اه اتفضل اتفضل يا معلم. جرب اتفضل قول الو. بس اوعى يكون بيكهرب. لا ما بيكهربش ما تقلقش. هو انتوا مش الكاميرا الخفيه؟ يعني جايبينك وموقعينك بطياره في الغابه عشان نقول لك رامز جلال يعني؟ لا خلاص ماشي حاضر. يلا قول الو. الو الو الو. قال لك حاجه؟ لا ما قالش بس هيرد ان شاء الله. قول الو. الو. قول له يا ريت يبعت لنا 10 بيضات وتمن بسطرمه. بيقول لك ابعت 10 بيضات وتمن بسطرمه. وقول للواد مشمش يركن في الموقف. بيقول لك مشمش ايه؟ ايه مشمش دي؟ هات هات. انت مش مصدقنا اصلي. واد يا حماده. نعم. ما دام بتكلمه قول له ما انساش ازازه الدواء بتاعتي. ازازه الدواء؟ حاضر يا حاج حاضر. الو. اه مشمش. اه بقول لك ايه؟ الطياره عملتها معايا يا معلم. اه ايوه يا معلم. انت فين؟ على الدائري؟ طب شوف لي كهربائي وتعالى. تقريبا وش سلندر. اه احنا في الغابه. بص عند ورق الحائط. ماشي ماشي يلا. سلامه مشمش. سلام. ايه ده انت بتتريق علينا يا عم؟ انت يا عم الجهاز باظ زي الطياره ما بقت نمليه. الجهاز باظ. يا الجهاز ده اللي فرقع من شويه. هو اللي فرقع. الله. يعني انت بتشتغلنا بقى؟ اه بشتغلكوا. عايز حاجه ولا طب ايه؟ طب يا عم عايز حاجه ولا ايه؟ الكاميرا دي ايه؟ معاه مسدس والمسدس ده طلقه في دماغ اي واحد فيكم. لا انتوا فاكريني ايه؟ يا عم انت طيار ولا معلم؟ معلم ياض معلم. وعايز تتعلم تعالى اعلمك. احنا هنا كلنا في مركب واحده. وبعدين انا متعلم السواقه وزي الفل اهو. الكتاب معايا اهو. كيف تقود الطياره في 3 ايام؟ انتوا حظكم الاسود جيتوا ركبتوا معاه بعد يوم. لو صبرت يومين كمان لو صبرت يومين كمان اتفرج بقى على اللي كنت اعمله معاك. كنت ممكن اوقعكوا في اسبانيا في ايطاليا في اي حته يعني. يا عم هو انت اشتغلت طيار اصلا قبل كده؟ انا طول عمري شغال طيار. انا بديها من الصفر. انا شغال طيار من وانا عيل صغير. اشتغلت طيار في ماكدونالدز واشتغلت في بيتزا هات. لفيت يا معلم. وانا طيار كده بالساهل؟ احنا اسفين سعادتك اتفضل اقعد. احنا شويه كلاب. احنا بنفضفض معاك بس بكلمتين عادي يعني. اهدى لو سمحت يا استاذ. وبعدين حضرتك اكيد عارف ان حمل السلاح بالنسبه للمدنيين محظور. اه الكلام ده بقى تقوليه هناك في حقوق الانسان حضرتك. لكن انا هنا في وسط غابه وفي وسط وحوش لازم يبقى معايا سلاح. اي حد هيتكلم الطلقه تبقى في دماغه. انت تعرفي تسوقي؟ لا. انا تسوقي عشان تبقي فاهمه يعني. يا كابتن. ها ايه اللي حصل بالظبط في الجو؟ اللي حصل يا معلم انا ماشي لا بيا ولا عليا وسايق الطياره وسجارتين والبت دي جايبه لي شويه شاي ومية مية وبسمع ام كلثوم. لقيت لك بقى ايه سواق طياره تانيه جاي عكسي ابن اللذينه وقعد يقلب لي العالي. جنني. رحت انا محوك كده في كده الطياره عومت معايا. كنت هطلع الرصيف ده الحمد لله ربنا ساتر. لا الحمد لله. وبعدين احمدوا ربنا ما فيش واحد فيكم اتعور ولا حد مات. احمدوا ربنا. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي احنا فين. احنا فين؟ احنا في الغابات. واضح اهو يعني احنا في الغابات. وبعدين انتوا بالنسبه للاكل والشرب ما تقلقوش يعني. غابات يا كابتن. احنا فين؟ ايه اللي احنا فين؟ ما واضح يا ابني. احنا فين ايه؟ هي ايه المنطقه؟ ايه المكان؟ على حسب الاشجار اللي انا شايفها دي يعني يبقى احنا في حي الاشجار. ايه ده انت بعد كل ده جايبنا في اكتوبر؟ وانت ما تعرفش ان احنا في اكتوبر ولا ايه؟ ده الناس كلها عارفه ان احنا في اكتوبر. انت عبيط يا ولا ايه؟ المهم بقى بالنسبه للاكل والشرب يعني هنا زي ما انتم شايفين اهو ما دام في اشجار يبقى في ميه وما دام في ميه وفي اشجار يبقى في فواكه. ممكن تلاقي مانجا وتلاقي كانتالوب وتلاقي كيوي وتلاقي اناناس. هتلاقي كل اللي انت عايزه. ايه ده يعني ممكن اعمل فخفخينه؟ اه ده انت ده طالع رحله. ايوه يا سيدي اعمل فخفخينه براحتك. بس زي ما في اكل وشرب
في برضه حيوانات مفترسه، خلي بالكم. الله، انت بتحب الحيوانات المفترسه؟ جي يمكن ياكلني. انت مش فاهم، ايه الطياره الغريبه دي؟ قرايه يا واد، انت مسود عيشتنا كده ليه؟ ما تقول حاجه عدله زي اللي اسمه ايه ده، ولا خلي عندك بتعمل بتاع ده، ولا اقول حاجه من الحاجات ده. هي مين الانسه؟ وربنا ما عرفها. دي تقريبا الحادثه اثرت عليها يا كابتن. سيبيه، الحادثه اثرت عليها. سيبيه، انا عارفه ابن ماتيلدا دايما عامل لي كده فيها بتاع بطاطا. بتاع بطاطا دي شتيمه يعني ولا ايه؟ استهبط، خش في عب. واقول لك روح ثلاث ايام واندهلهم، بس وديني يوم التلات لوريلك، بس هم يجوا، الوليه دي مين دي؟ انت لسه هتقعد ترغي؟ سيب لي المفتاح هنا وما تتكلمش يابا، عشان عايز انام. يلا امشي. حاضر اسيبهولك. حاضر يا كابتن. الوضع اللي احنا فيه ايه؟ الوضع ان احنا هنستنى نشوف اي حد بقى يعدي علينا، يشوفونا ان احنا تايهين هنا، ياخدونا يوصلونا، بس نحاول نحمي نفسنا يعني. ايه؟ يعني هنبات هنا؟ نبات هنا. دي غابه، عارف يعني ايه غابه؟ فيها حوالي اكتر من 35 نوع حيوان مفترس. ده نوع منهم، خلي بالكم منه ده. ومش اقل من 200 نوع من الزواحف الضاره. حد شد السيفون تقريبا. اما عن الحشرات اللاذغه ففي مش اقل من 5000 حشره. 5000 حشره؟ انا في حشره دخلت في قفايا. بقوا 4999 الحمد لله. حاول تنقيهم بقى يا معلم. طب في الدب اللي بيلعب بالكور ده؟ والله انت جاي فن فعلا يعني. والله العظيم حرام عليك، وحرام عليك انت، والنفس اللي بتتنفسه ده خساره فيك. بقول لك ايه، انا مسدس معايا، اي حد هيلابط انتوا حرين، كلكم هتلموا عليا ولا ايه؟ ها عايزين حاجه ولا ايه؟ بص يا كابتن، احنا ممكن نلم بعضنا كلنا ونبات جوه في الطياره. اتفضل الكل يخش على الطياره. تحقق من حقوق الستات، الستات هم اللي هيناموا جوه، وانتوا شوفوا لكم اي حته تانيه تناموا فيها. لا هو احنا عشان لبسنا معفن وشكلنا معفن نقوم نبات على الرصيف؟ لا ما تقولش عن نفسك كده يا معلم، انت من حقك انك انت تبات في الطياره زيك زيها بالظبط، ما هم الناس دول بتوع كلام وخلاص، ما هم اللي خربوا الدنيا يا عم الحاج. لولا اللبط بتاعه وكل شويه عماله بتزن وعامله قلق في الطياره ما كناش وقعنا، انا كنت ماشي ومركز يا سيدي. ده ايه دي يعني؟ هما كده بتوع حقوق الانسان كده. لا لو هي حقوق انسان انا حقوق عين شمس على فكره. في ايه مالك؟ وبعدين انت ما تتكلمش خالص. اهو مخلوق منك انت؟ ده ايه؟ لو شكلك هاكل لحمك. انت بتقلب لبقر على طول ليه كده؟ لا مغلول، مغلول انك انت. انت كده مغلول؟ انت كده مهبول. لو شكلك هاكلك بسنانك. يا عم تاكل مين بسنانك يا عم؟ لا بقول لك ايه، فتح معايا بقول لك. يلا يا جماعه كل يخش على الطياره، كل يخش على الطياره. يلا اتكلوا على الله. على ركاب الطائرة رحلة رقم 1313 التوجه إلى الطائرة. ونبي يا اخوانا حد يجي ياخد الست الكبيرة دي يدخلها لنا جوه. يلا. يلا. يلا طب. يلا. 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 يلتين يلا تلاتة. يلا. ده أربع ليات يلا. ليات يلا. يا سلام يلتين. يلا. يلا ومال. يلا. 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 بقول لك إيه يا بقرص. إيه يا حاج؟ هو في ست كبيرة هنا؟ بس اتحرقت يا حاجه الحمد لله. طب والنبي خلي بالك منها، دي زي امك. حاضر يا حاجه ان شاء الله. وبعدين قول لي، هو احنا وصلنا السعوديه؟ يا حاجه احنا في جده دلوقتي، واللهم بلغنا دبي ان شاء الله. طب والنبي وديني القلعه. ما هي لبست يا حاجه والله. وبعدين انا عارفاك بقى، تسيبني في الميكروباص وهو مولع. ما انا كنت بعمل سبعات بالموتوسيكل ساعتها. معلش بقول لك ايه يا ام؟ ايه؟ هو انت بتسفي ايه؟ عايز افهم بس. معلش شوفها بتسفي ايه وبعت لنا. ها حاضر ماشي. يلا معاهم. يلا يا كابتن. لا انا مش هينفع دلوقتي ادخل الطياره، هم عرفوا ان انا معايا مسدس، ممكن يغفلوني في اي وقت وياخدوا المسدس، الله اعلم ممكن يعملوا بيه ايه، عشان كده انتوا هتبقوا معاهم جوه وانا هروح ابيت في اي حته. تبات في حته تانيه فين بس يا كابتن؟ حشره تعضك او اسد يقرصك.
اسد اللي يقرص إيه؟ انت لسه جاي جديد الدنيا ولا ايه؟ هنعمل ايه من غيرك يعني؟ ما تعملش اي حاجه، انا هشوف اي فرع شجره، هشوف كهف هداره، يعني هظبط نفسي انا. اتكلوا انتوا على الله، ها، واقفلوا باب الطياره من جوه كويس، ما تفتحوش لاي حد يخبط. حاضر. اي حد يجي يخبط عليكم قولوا لهم قولوا له بابا مش هنا. ها، حاضر. يلا يلا قدامي، يلا قدامي. بتقويلي عضله البنج البت دي. ارفضك يا اوعدك ولا ايه تاني؟ مش حاسه. ايه ده انت جميله قوي. ايه ده ولا طالبه؟ انت مش تخش تنام ولا ايه؟ لا يا عم مش هدخل انا، ما انا هتمشى شويه اشوف الدنيا فيها ايه. انت ما بتنامش يا طالبه؟ يا عم مالكش دعوه بيا، انا هقعد في الهوا شويه. طيب طالما هتقعد بقى يا سيدي انا هسيب لك المدام هنا. مدام؟ اه. يا دي مراتك؟ اه دي مرات. والنبي خليها في عينيه. نافع ايه؟ بخاف عليها قوي بس هي بتحب تنام بره. ماشي. يلا سلام عليك. سلام سلام يا اخويا. مجنون يا ابن المجانين. طب انت بتضحك على ايه بقى انت راخر في المصيبة اللي احنا فيها دي؟ يا عم بتضحك على ايه؟ اصلا كنت ماشي في الغابة كنت جعان جدا. لقيت شجرة مليانة خيار. كلت خيارة مش عارف ايه اللي حصل لي. يعني كل الضحك ده من خيار؟ على كده لو كلت طماطمية هيغمى عليك. هات يا عم هات، ما تقرفناش، هات ناكل والله جعانين. ده حاجة هم. هنا في مصيبة وانت ماشي عمال تضحك. حاجة زفت والله. يا ابن الطيارة وقعت. ايوه ما انا عارف انها وقعت. انت عارف ان الطيارة وقعت؟ اه وقعت. على فكرة بقى هي ما وقعتش. امال ايه؟ ده هي بتمون وهنطلع على طول. ده العجل فسه. فسه. انت اسمك ايه؟ انا اسمي اكرم. وانت؟ اسمي صفيناز. زلزال زلزال عايز خيال زلزال. ايه ده؟ حد سمع صوت بره؟ انا بيتهيألي ان في حد.
يا جدعان ربنا يستر والله، ما الراجل قال لكم 20 نوع حيوان مفترس على 5000 نوع حشره، يعني هتلاقي اللي شي بيعض وشي بيخض وشي بينط، هتلاقي اي اخ من دول ولا حاجه معدي، ربنا يستر. مفيش حاجه يا جماعه، هاف فاني هاف فاني. هونج شونج، حد معاه شاهين سامسونج؟ حلوه الدنيا السكر، سكر حلوه الدنيا السكر. صباح الخير. صباح الخير يا عنزه. وحشتيني يا حبيبتي، عامله ايه؟ بص بقى النهارده عينك تيجي كده ولا كده هحولهم لك. هتيجي على ايه، غزاله ولا قرده؟ مرشقنا في الصحراء واللي كان كان. يا سلام، نسيت صور هيفا اللي ملزقه في كل حته في اوضتك. هيفا؟ انا برضو بتاع هيفا يا حبيبتي، وفي اهيف منك. يلا بقى ركزي معايا كده، نروح نجيب فطار عشان الناس الغلابه اللي جوه دي. يلا بقى، خد خد تعالى هنا. ايه انت هتعودوا مع دلع ده من دلوقتي ولا ايه؟ دلع ايه عزه، ده شغلنا. لا طبعا، الناس دول ضايعين زينا زيهم بالظبط، كلنا هنا في موقف واحد، يعني كل واحد لازم يعمل اللي عليه وكلهم لازم يشتركوا في العيشه اللي اتكتبت علينا هنا دي. يا عزه يا عزه، ده شغلنا احنا زي قبطان السفينه. اجي معاك بس بقول عزه ايه. ايوه هنقول عزه قالك. هنقول كلنا ان شاء الله. غريبة قوي البت دي، انا مش عارف انا خطبتها ليه اصلا. ولا انا عايز اخد وقفه في الموضوع ده. ايه ده في يا عم، انت بتزق ليه؟ ايه ده انت ايه؟ انت اللي مين؟ انا بسام. ايه ده، امال فين الكابتن ماجد؟ لا عضيته السلعوه، انت عبيط. عبيط انت بتشتمني؟ طب يا هبال خد خيار. عبيط يا عم، انت كنت مش بتضحك من شويه، انت بتضحك البكي. بس يا عم سيبني، اكرم صاحبي هيروح مني والله. ماله اكرم ده حبيبي. بص يا عم، احنا كنا ماشيين في الحديقه دي امبارح، لقينا ايه بقى، شجره مليانه خيار على عينها، كلنا خيار ببساطنا وعملنا دماغ. هو بقى الطافس كل قتايه قد كده، جاله اوفر دوز. لا حول ولا قوه الا بالله، ادمن الخيار. اه تبا للمخللات. حبيبي أكرم. طلبة. انت فين يا أكرم؟ طلبة. انت فين؟ الحقني يا طلبة، مش قادر، الخيار بياكل في جسمي، مش قادر انا خلاص، مش قادر. شوفني معاك اي خيار يا طلبة. قلت لك الخيار بيزن. اسكت بقى يا اخي، هتلاقي اي خيار معاك، خلصت الخيار كله. مفيش خيار. شوفني اي حاجة ان شاء الله، حزبة بقدونس، اي حاجة، مش قادر انا خلاص، قربت اشم بصل. هات ايدك. خد اخر حاجه كنت اتخيلها، الند بايدي لصاحب الخيار، بس اعمل ايه، ما قداميش خيار تاني. مين انا؟ يخرب بيتك. ايه ده، في ايه؟ سايبين الطياره وخارجين بره ليه؟ بوليس ارمي الخيار. الخيار ده بتاع مين؟ لا الخيار ده طلع لوحده هنا يا باشا. طلع لوحده؟ وريني. خد يا باشا. جبتوا الخيار ده منين؟ يا عم احنا مش معانا خيار. اه مش مع، ايوه جبتوه منين يعني؟ اه احنا لقيناه هنا في الشجره دي. انت اكلت خيار؟ ما تاكلش انت خيار. ليه؟ انت الطيار، ما تاكلش خيار. الطيار ما ياكلش خيار. حلو والله. الطيار ما ياكلش خيار، الطيار ما ياكلش. وانا شايفك حمار. ابتدى يشتغل اهو الخيار. ايوه ما تاكلش بقى من القعر بقى عشان ده تقيل قوي. اللي تحت الحته الاخيره دي. اه يا عم. خش يلا. خش يلا طيارة، يلا خش طيارة، خش طيارة. الطيارة ما يكونش خيار. صباح الخير يا كابتن. ها نمت كويس؟ تمام الحمد لله، نمت نومة جامدة جدا، كان في كهف هنا اهو ورا كده اهو، رحت الكهف نمت وغطيت الباب كله، قفلت كله بالحجارة عشان الصراصير، الصراصير قلقتني طول الليل. أمال أنت جاي من هنا ليه يا كابتن؟ لا مفيش، ما أنا نزلت من هنا ورحت على هنا وجيت من هنا كده. أيوة كنت بتعمل إيه يعني؟ يعني موضوع كده، عملت موضوع كده وجيت على اللي هو إيه يعني؟ انت مصره يعني
عملت حاجة يعني، عملت حاجة وجيت كده ما بلاش قرف بقى، عملت حاجة وجيت. أكل يعني؟ آه بعد الأكل يعني. سيبك منها. أنتوا رايحين فين دلوقتي؟ سيبك منها يا كابتن دي خلاص. أنتوا رايحين فين؟ إحنا رايحين في، قالت لي تعالى هنا ورا الشجرة وزمت عليا. هتروح ورا الشجرة؟ هي اللي قالت. أنا لسه جاي من هناك، يلا روح هنا. بس هتروحوا مع بعض ولا إيه؟ أيوه هنروح مع بعض. لا إحنا رايحين نجيب أكل مش حاجة تانية. أما يا شيخ هاتولي بيض بالبسطرمة يلا. عينيا يا كابتن. يلا ورايا بقى بسرعة بقى، يلا بقى بسرعة بقى. تياتروما ايه ده يا ساتر يا رب، دي أسوأ ليلة قضيتها في حياتي. المعلم بتاع المواشي ده ما بيبطلش تشخيص، ده انا يا دوب نمت كده على الفجر من صوته. يا سلام من حقه. انت بتتريق؟ لا ما تعتبريش بتريق، اعتبريني بذاكر يا ستي. يعني انت تبقى عامل المصيبه وما ناخدش منك غير تريقه؟ مصيبه ايه؟ ما الحمد لله الطياره وقعت سليمه وكلكم سلام. عايز ايه؟ ايه ده؟ ده حيوان غريب، خلي بالك. ده حيوان عمر ما سمعته قبل كده. ده بيوجه اسئله. انا المفروض ارد اقول ايه يعني؟ ايوه تحت امرك، اهلا وسهلا، ازيك يا معلم؟ ازيك ابو الكباتن عامل ايه؟ نمت كويس؟ الحمد لله نمت نومه زي الفل، بس جيت ساعه الفجر كده ورحت قايم. اه قمت تصلي الفجر طبعا. لا للاسف معلش الفجر فاتني معلش بقى. معلش وانا مال؟ اه بس الانسه دي بسم الله ما شاء الله هي اللي قومتني. هي اللي قومتك؟ اه عندها جيوب انفيه، مش جيوب انفيه دي بناطيل انفيه. بسم الله ما شاء الله، صوت دولبي ديجيتال نقي جاب اخر الغابه بسم الله ما شاء الله. يعني كان بتشخر؟ اه بتشخر يليه وي ده كانت خرباها. ايه ده انا ما اسمحلكش على فكره. اسمحليش ايه؟ بقول لك ايه سيدي هاتك عندي يا بنت. في ايه؟ ده غير بقى الرفس والتشليت والزغاريت والشربات وكتبنا الكتاب الحمد لله في نادي نقابه المهندسين وجينا على طول. يعني انا بنشخر طول الليل؟ آه. امال بس عامله لي فيها الرقيقه وبتاع. احترم نفسك يا راجل. انت انت مجنونه. اه اه خلاص 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 يا جماعه، صلوا على النبي صلوا على النبي. وايه اهدوا اهدوا يا معلم معلش. إيه مش ممكن. ابو الكباتن طبعا مش ممكن طبعا. ايه ده يا مالها في انا إيه؟ مجنونه البنت باين. انا الصراحه كنت عايز هنا اهو كده ورا الشجر. لا انت مش فاهمنا، بس انا عندي مشاكل. ايوه انا بقول لك هنا اهو ورا الشجر، بس لو وقفت دقيقتين كمان هتقعد تتدلع لغايه ما تزروت الدنيا. بقول لك ورا الشجر. مش حاضر. يوه حاجه غريبه جدا، انتوا عمالين تلففوني من الصبح. يلا تقعدوني. تعالوا تعال يا حاج. لا انا مش شايفه. ما تترجعي في اي حته يا وليه، واحنا في السيما. طولة لسانك وقلة أدبك دي اللي هتوديك في داهية. انت بتقولي أي كلام من الصبح ليه؟ يد ده انت هتروح جهنم والله. تعالى يا سعيد أقولك. ايه ده؟ ايه ده بتقولي أنا سعيد؟ وأنا أسعد. أنا مش فاهمة، مش انتوا خلفة عنايات؟ ازاي مش عارفين بعض؟ عنايات مين يا حاجة؟ طب انتوا دلوقتي انتوا مش في المدرسة ليه؟ مدرسة؟ احنا اصلا في المدرسة. اصلا يلا قطتي صغيرة واسمها نميرة. الواحد واقف مظبوط والاتنين بتبص عليه والتلاتة تلات سنات والاربعة اتنين واتنين. هات القرش. خد انت قرش وهو قرش بس ما تشربوش سجاير وما تلعبوش في الشارع. خلاص هات السندوتشات. طيب اعملك سندوتشات جبنة بالخيار. على فكره الولايه دي مش عامله دماغ خيار. لا عامله دماغ ايه دي؟ دي دماغ لفت على وعلى دماغها. يا جماعه يا جماعه. ايه ايه يا عم؟ انا لقيت السهم ده. ايه ده السهم؟ وريني. الله ده حلو. لقيته فين؟ لقيته في الشجره اللي هنا. في الشجره دي؟ ايوه. يبقى دي شجره سهام. لا دي شجره سعاد. ايه ده؟ هنقضيها هزار ولا ايه؟ بقول لكم السهم لقيته مرشوق في الشجر. عارفين يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني السهم ده كان مرشوق في الشجره. ايوه يعني ما احنا فهمنا يا عم. مش فاهمين؟ لا السهم يا كابتن ده. يا كابتن الحان يا كابتن. الحاني. في ناس سفركم يجروا وراكم. يجروا وراكم؟ ايه ده؟ ايوه الحاني. ايه ده هو؟ ايوه هو. تقلقش ما تقلقش.
ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايدك خفيفة قوي يا دكتور. وسع يا جدع، وسع، اوعى. يا رب تقع يا معلم يا رب. في ايه؟ في ايه؟ اهدى 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 بس. في ايه؟ جماعة أفارقة؟ أيوة. طب بص اتكلم أنت وأنا هجنى. يلا. ماشي. جماعة أفارقة جم جري عليا، وجهوا ناحيتي سهام، وكانوا ماسكين سكاكين ودخلوا عليا داخل الدبيح. داخل الدبيحة؟ آه. وأنت عرفت إزاي؟ ما أنا جزار. في إيه؟ جزار ولا دبيحة؟ لا أنا جزار يا أبو الكبات. طب يلا يا جماعة كل يخش على الطيارة، واضح إن الأفارقة رصدوا مكاننا. يلا كل يخش على الطيارة بسرعة بسرعة. تعالوا من هنا، تعالوا من هنا، تعالوا من هنا، من هنا. اقفوا في النص، اقفوا في النص. عاوزين إيه؟ يعني هيكونوا عايزين إيه؟ عايزين يقتلونا وياكلونا طبعا. تاتي 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 يعني عضو. تاتي تاتي تاتي. لا دي بطاطي، انت عايز ايه؟ بطاطي يا يا يا. انت هوتو اكس شوكولا. العب ده الراجل ده بقى صاحب شجره الخيار. اه كالبوزه لزلز. لا عرباوي احمد يا معلم. هونجا هونجا. ايه هونجا هونجا هونجا؟ سيفك انا عربيتي ضايق. عاملك ايه؟ هما بيقولوا ايه يا كابتن؟ نعم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه يعني؟ بينقوا الدبيحه اللي هياكلوها. يعني انت كابتن ومعاك مسدس، اقتلهم. اقتلهم ليه؟ فين حقوق الانسان؟ اقتل ناس ابرياء ليه؟ دول هياكلونا. من حقهم، من حقهم ياكلونا. هما لقوا اكل تاني وما كلوش. بلغاتي زعيماتي. ايه ده؟ بلغتي زعيماتي. بلغتي زعيماتي، احتراماتي، قبولاتي. بلغتي زعيماتي. ابدا. مش فاهم. اساسي اساسي كاكا. لا كاكا. اساسي كاكا. يلا انا مش مزنوق. طب اعمل ايه؟ اساسي كاكا. اساسي كاكا عاديه يعني. زعيمونك يدخلونك. هونجا كابونجا. هونجا كابونجا كابونجا. هونجا وبحرف النون الولد ده طيب وحنون العسل ده الولد ده العسل ده. هونجا كابونجا. ده الزعيم بتاعهم عنده تسلخات يالا. هونجا كابونجا. هاتوا الجحش ده. هنحطه نحط عليك مايونيز ونحط عليك كاتشب ونحط عليه الحاجات دي. طاجن شيكي دودو. لا فرن. مقلونج ولا مشوونج؟ مشوونج. تطلب حاجة تاني مع الأوردرونج؟ شكرانونج. لا بس ما احلكش لحد هنا ونوقف. فن كالاتي. لا يعني كالاتي اعملوها حواوشي. اندومي. لا دي مهلبيه ومستويه. مهلبيه ومستويه كلت دماغي. مش عارفه الاغي غير ايام طالب رضاها. معاك معاها والنبي ياما وبحرف النون الولد ده طيب وهنون العسل ده. يلا يا
ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولا يا طلبة مش دول بلاك تيما؟ والنبي يا حبيبي احتفالات اكتوبر دي هتخلص امتى؟ اقعدي والنبي ياما اقعدي ياما اقعدي بدل ما اجي انا اقتلك اقعدي. ما تقولي يا حبيبي في حد هنا بيرسم حنة؟ اخرسي يا حجون. حجون؟ لا ده انا الام المثالية. اوه فيفي عبدون. امشي يا امشي. هدي عجوزة. انا كنت عجوز ورجعت شباب سنجل لاب سنجل لاب من غير وب وبحرف النون. الولد ده يغوى هنون العسل ده الولد ده. امشي ياض كله يلعب تحت بلكونته هنرش يلا. ايوه الله ينور عليك يا حاجه الوحيده اللي عرفت تقف لهم شايفين. اوعى حد فيكم يذبح واحد ولا واحده. ايوه اديهم الكتاكيت دي انا مربيها على الغالي. قولوا لي اقول لكم الشمرت فين والبدره فين. الله يحرقك يا حاجه. وانا فين؟ تعالي يا حاجه تعالي انت في الجنه. في الجنه طلبتها ونولتها يا رب عقبال ما حج. انت رحت الجنه خلاص. اسمعوا هاترو كادارون كمالا كلابك هاجر كبشي شنطبك بكوريك كتيلا كمالا كسيكا ناموني كابتولوكيا اتقل تاخد حاجة نضيفة. ايوه انا عايز اعرف ايه اللي جاي بقى حضرتك. اللي جاي ان شاء الله هم اختاروا الدبيحه يذبحوها وجاب لها قدر يحطوها فيها اللي هو المعلم ده ان شاء الله ربنا يكرمنا ناكل جميعا يعني. دبيحه ايه؟ ايه؟ انا فين؟ ايه ده انا فين؟ انتوا مين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت رايح افغانستان. في اختاروك. هو في ايه بالظبط؟ هو احنا فراخ؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ اهدي ويا رب يكونوا بيحبوا الفراخ اللي هو انتوا وما يكونوش بيحبوا الديوك باذن الله يا رب باذن الله. خدي 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 تعالي هنا تعالي هنا. تعالي انت قلت اسمك ايه؟ مروه الشايب. مروه الشايب؟ ده انا اكرم الكومي. احنا بقى نبقى اصحاب ومحدش يفرق ما بيننا. اه ونتجوز ونخلف صبيان ودمات. بتعمل ايه؟ بصنطكوا. الواد ابن المحظوظ ابو صوت رفيع الوحيد اللي ربنا انقذه من حفله الاكل دي. فظيع حظه رهيب. الله حظه زباله. قال بلا الله الله الله. اها تعتي. طب هقول له انا لو انت زعلان. تعتي تعتي مش تقول ان في ضيوف. ده كلام ده احنا بيت كرم. ايه تعتي اونجي كابو. ايه اونجي كابو. اه عايز ابلونج مصدع والله. عساسي كاتي اقعد عشان انت اخرك سوسيس. اقعد كالا بلا. ها كالا بلا تاتي كاتي بلا. كاورشي هات الجهش اللي هناك حطه جوه حط عليه كاتشابون ومايونيز ونحط بقى ملح بس مش كتير مش كتير وظبطه وخلاص اونج ما تيجي انت تطبخ اونج كلات يا كاورشي هات الجهش. يا معلم مكتوبه لك يا معلم. يا جماعه انا طعمي وحش والله دقتني قبل كده ما عجبتنيش. مكتوبه لك يا معلم اول واحد. ايه ده؟ أرعونج. سلعونج. دوق دوق. انت دوق ايه؟ انا دوق؟ خش يا معلم خش عشان ادوق. خش. ايه؟ وحشه؟ لا تقريبا عمل حاجه في الميه تقريبا. من الخوف يعني ما تحطوش ملح ها؟ لا سمنونج. سمنونج بلدونج.
برضو سمنونج بلدهم. اوه تحدي، اوه تحدي، ليتك مش هتعدي. قالاتي ليتك مش هتعدي. قالاتي ليتك مش هتعدي يا قالاتي. يا قالاتي يا قالاتي. أكلي جاهز. إيه يا جدعان في إيه؟ وإحنا كفرة ولا إيه؟ في إيه؟ هتتبعونا وتسوونا؟ أنت بتقطع جزر على نفسك؟ أنت فاكر نفسك بسلة ولا إيه؟ أنت إيه؟ خلاص ده أنت بيسلقوك يا ابني، أنت اتسلقت خلاص. إيه ده؟ أنا السلق؟ أنا السلق؟ المحفظة. المحفظة. فلاورك فلاورك. اي كارشي، اي كوما مالك كفاك. اي تمام، احتفال. يلا بلا كمان. الله ينور يا معلم، فتحت القدره كشك ما شاء الله. المصري هيفضل مصري. خدها رجاله لغايه ما يموت ما شاء الله. خدها رجاله صباح الفل. دي ببلاش دي. ايه اتسلق المعلم ولا ايه؟ اتسلقت. اه انا كنت اسكت على اللي بيحصل ده ابدا. دي جريمه الانسانيه. ايه ده؟ دي جريمه ضد الانسانيه. بقول لك ايه، انت بالذات اخراسي خالص، لغايه دلوقتي هي جريمه فرديه، هتعملي لبط هتبقى جريمه جماعيه. اهبطي. كلمه يا كابتن. نعم. كلم الزعيم بتاعهم. اكلمه اقول له ايه؟ يعني هيفهم لغتي؟ كلمه باي لغه، بالعربي بالانجليزي باي حاجه. صباح الفل يا زعيم. كوما لاكا ماكاسا. أكونا مكاتبا. جود نايت. كوري ماما كاشيكا. بونجور. مالا ماكاشيكا. جود النخ. والله بحبك موت. يا حمادة. أنا بعدك أنت أموت. يا حمادة. أنا قلبي. أيوة. والهوى. وبدوب حب حمادة. حمادة. حمادة هو اللي أنا مهوى. حمادة هو اللي أنا مهوى. ما أنت قاعد بتفرق. اقعد في حتة. ما تلعبش معايا. دلع. حمادة. حمادة هو اللي انا وقفته. وبحرف النور الولد ده يبقى نور. العسل ده الولد ده العسل ده. يشي كمالا كاكا. هما كيشي لما كاكا. شي مالالا كاكا يعني؟ كمالا كوموناسا. كوموناسا؟ كوموناسا. كوموناسا يعني اعمل ايه؟ يعني كومو اله. كوموناسا يعني الهه؟ دي عجبك؟ ده انا كان بنت افريقيه كانت ركبت معايا الميكروباص يعني ما كانش معاها اجره. فادتني دي. دي انا بعرف اتكلم مصري كويس. لا راجل. وسيبنا استهلك اللغه بتاعتي. يا انت بتتكلم مصري؟ ايوه. انت رحت مصر؟ كنت فين؟ في السيده عائشه. في الليبجيه يعني؟ كنت. يا سلام. كنت بشحت في الشوارع هناك. انت بداتها من تحت خالص يعني. يعني لو دي هتاخدها وتسيبنا يعني. ها ايه؟
كورشي وماشي كورشي الشوكة. لا دي سلسلة ألبسها أبقى روش. هونجا كابونجا هونجا كابونجا هونجا كابونجا زعيماتي فسفس أزعريتا. أنا شكلي جيت على مقاس دماغهم واضح يعني. يا هما كده شكلهم افتكروك الزعيم، ما نطلق في القفص يا معلم. كلاتي كوارشي هونجا ديرونجا اوكليب سونجا دارابس ما ياسر شونجا. بقول لك ايه، هو قال لك ايه؟ يقول لي هات الدرع وتعالى بسرعه. بس يا عم والنبي هات درع وكيسين اريال يا معلم. والنبي انا واخد علبه بوكس واتنين هوهوس، حاسبني بقى عشان امشي. انت عليك ثلاثه فرط من امبارح يا اشرف. فين بقى اشرف؟ ده حسام اخويا. انا اشرف. ايه ده بجد والله؟ لا مش هاكل يا جماعه الكلام ده. يا جماعه مش هينفع كده، احنا مش فاتحينها لله. ايه ده؟ نفس البتاع اللي في السلسله. عشان كده دي بتاعت الزعيم بتاعهم. يا كالابالا رمام اسمعوا كارفورون مول العرب. حلو، ما دام انا بقى ايه شبطت معاهم انا هلبخهم وانتوا تخلعوا. ها كواشي مراسي ابدا. أنا بقيت الزعيم. يلا اختار لنا حاجة حلوة ناكلها. حاجة حلوة ناكلها من دول؟ اه. طب بص مبدأ يا عم، خد البتاع اللي لابخاني دي مبدئيا. أيوة. ها الراجل ده أنا ما بحبش السمين. يعني إيه كوليسترول وبتاع، فيا ريت نفرج عنه كوارشي وكباكا. إيه يا كمال؟ لا يا باشا والنبي يا باشا، والله المكان ده ربنا فيه زبون الحمد لله. يا ابني هو انا بلديه يا ابني؟ يا باشا ده انا بنقذك يا قط. يا باشا معلش يا باشا، وفروا لنا اماكن الاول قبل ما تنقلونا. ان شاء الله المحافظ الجديد هيظبط لك كل حاجه. يا باشا ده بياكل خمس عيال المكان ده والله. يا عم اطلع يا عم، هتستوي هتستوي. انت فرحان؟ انت فرحان؟ انت مش فاهم انك بتتعذب. بص بنت ام كاسكتة. كاسكيكا. كاسكتة. كاسكنكا. كاسكريكا. آه. هي دي. ماشي. ماشي؟ هي دي هاتوها نسلقها ناكلها. كالا بالا. كاشي. هات الموزة دي. يا جماعة حرام عليكم تموتوا الصاروخ ليه؟ اصبر عشان دورك جاي. اصبر. ها؟ حرام عليك خليهم يسيبوني. يسيبوكي ليه؟ يسيبوكي ليه؟ من حق كل واحد ان هو يخش ياخد دوره جوه القدره. حضرتك انت بتاخدي دورك دلوقتي، وهم حبوا النوعيه دي من اللحمه. لعلمك انا ممكن اسيبك يقطعوكي ويسووكي ويعملوا اللي هم عايزينه، بس احنا جدعان برضو. ها ما ينفعش اسيبك. خلاص سيبها يا معلم، سيبها. هونجا كامون. سيبها، احنا ناكل فاكهه وخضار بس. بوليس ارمي الخيار. يا عم ده مش بوليس، ده بتاع الغاز. ده اليو ان. اليو ان اهلا وسهلا. دول ركاب الطياره. ايوه وانا القائد بتاع الطياره اللي وقعت بيها. تمام يعني. الحمد لله. ايوه يا فندم. لقيناهم الحمد لله. الحمد لله. هبعت لك الاحداثيات حالا. حاضر. لو سمحت حضرتك الناس دي كانت عايزه تاكلنا من شويه، ومحمد صلاح ده بهدلنا والله. الناس دول؟ يا ابني ده اللي مربيهم بايد. والله بهدلونا، ده كانوا هياكلوا صاحبي ده. لا طب بص. خد بونبوني. تديهم البونبوني تاخد عينيهم. بونبوني. بونبون سيما. انسحبوا. يلا يا شباب يلا تعالوا معايا. كواشي
يا عيفي يهرب يا شهنانا هنا زعنادي فسفس هاي سيكي شهتا كريكا زعيماتي فسفس أرجوك بيكا أوكا وأورتيكا قالك إيه؟ لا ده شايف إن أنت الزعيم ولازم تقعد معاهم أنا أقعد معاهم؟ أه بس بقى خلعني الناس دي ماشي الناس دي أنا عايز كنتوا تخلعوا وأنا هفضل معاهم أنا هنا ماشي؟ يلا أنت سيبنا يا كابتن؟ أسيبكوا إيه؟ ما أنتوا خلاص واحد جه ينقذكوا أنا اللي هقعد مع الناس دي أنا بضحي عشانكم اتفضلوا اتفضلوا بالعكس الناس دي زي الفل أنا مبسوط إن أنا في وسط الناس دي، لا عندهم أطماع ولا عندهم أي حاجة، والست دي خدوها معاكم، خدوها معاكم والنبي. أنا معاكم يا معلم للصبح، مش أنا الزعيم؟ زعيماتي؟ وبحرف النور الولد ده طيب وحنون العسل ده الولد ده العسل ده لا 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 ل